إذا ثبتت بعد 3 أسابيع وبتعاونكم وتعاون الجميع مع أخوانكم في وزارة الصحة، وتم يعني كانت المؤشرات مستقرة، سوف ننتقل بإذن الله إلى المرحلة الثالثة، وهي اللي راح يكون فيها إلغاء الحظر الجزئي وتقييم أيضا المناطق إذا كان في مناطق تحتاج إلى عزل. وبإضافة إلى ما ذكرنا في السابق من أنشطة، راح يكون في زيادة في مقار العمل إلى أقل من 50% سواء في الجهات الحكومية أو الجهات القطاع الخاص. أيضا راح يسمح في زيارات دور الرعاية الاجتماعية وأيضا الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية، والعودة سيارات الأجرة والسماح لركوب راكب واحد في هذه في سيارات، وأيضا المساجد بالعودة إلى صلاة الجمعة مع الاشتراطات الصحية يعني اللي وضعت لهذه التجمعات.